بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لأسئلتكم بموعد انعقاد أول جلسة قادمة بحديثي مع سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، أستطيع أن أقول أنه إذا انتهى من تشكيل الحكومة الأسبوع القادم الأسبوع المقبل، فإن أول جلسة ستكون إن شاء الله يوم 24 ديسمبر، ولكن هذا الأمر مشروط بانتهاء تشكيل الحكومة الأسبوع القادم، وهذا هو الموعد المتوقع حتى الآن. إنما بالنسبة لي متى ما تم تشكيلها خلال الأسبوع القادم أو إلى يوم الأحد، فسأوجه الدعوة إن شاء الله لجلسة 24. وبالنسبة لموضوع إدارة الخبراء، أود أن أبين التالي، أكرر ما ذكرته سلفا بأن أحكام القضاء محترمة وستنفذ، ولكن أيضا 560 أو أكثر عائلة كويتية بالتأكيد تشكل هاجس لنا جميعا، قد يفقدوا مصدر رزقهم. وبناء عليه أمس كان في اجتماع بحضور معالي الدكتور فهد العفاسي وزير العدل، ويعني كان في حديث على إيجاد بعض الحلول لهؤلاء. واليوم كان في مكالمة ومحادثة هاتفية مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اللي أكد لي أيضا على اهتمامه الشخصي في الموضوع، ومؤكدا على الأمر ذاته بأن أحكام القضاء ستحترم وتنفذ، لكن يجب أن يكون هناك حل ل 560 معيل لأسر كويتية يفقدوا مصدر رزقهم. فإن شاء الله يعني أطمئن الجميع بأن سيكون هناك حل بإذن الله. يعطيكم العافية ومشكورين.